اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخوان كما كتشاهدوا معنا عمل الكنترول لجمعيه ملتقى الابطال عند احد ابطال مسابقه اولى جرار عند الابطال اصحاب الرتبه 11 داخل جمعيه ملتقى الابطال والرتبه 23 داخل فيدراليه الدار البيضاء. ابطال كبار اخوان المباركي. وكاش وجد معنا هنا في عمليه الكنترول اخ فلاح معروف فلاح. ياك اخويا فلاح الله يحفظك اخويا بلاي. ومبروك الابطال ديالنا. وناخذوا الكلمه عند اللي غادي يخدم الابطال ديالنا هو الاخ فلاح. كيفاش كانت هاد الابطال ديالنا اللي شرفوا جمعيه منتقى الابطال؟ السلام عليكم اخويا بالعيد. اولا كنهنئوا الاخوه المباركين ديالو الاخ مهدي ابار الفريق نهضروا عليهم هما كموالع. تبارك عليهم ابطال اخلاق وابطال يعني هادو حسن الشرف يتواجدوا معنا داخل الملتقى ما كنسموش كلام ديالهم. الدراري كيديكلاريو الدراري مأدبين متخلقين هذا هما النموذج ديال المولود يكون معك بجمعية صراحة أبار البريات. ومن هالمنبر عاد كنباركو بهاد الحيمة تبارك الله حسن لها رتبة مشرفة داخل الملتقى داخل الفيدرالية تبارك الله راه حسن لها رتبة 29 فيدرالية والرتبة 11 الملتقى. والتوقيت كان ممتاز راه 16:50 ثانية راه تبارك الله راه التوقيت ديالها راه ولا يخول لها بالرتبة هادي. والأخ مباركي راه للتذكير هاد اللقاء ديالنا غير شارك ب شي 6 حمامات تقريبا هما 5 هو تخصص الطارديف اللي كنقولوا ليه تبارك الله الطارديف راه شرف الملتقى داخل الفيدرالية في الطارديف راه كل أسبوع عنده جوج بريات ثلاثة تبارك الله هاد العام من الطارديف البريات ديالو. وهاد اللقاء هادي ديال ولاد جرار غير رشقات ليه 5 الحمامات بغا يشاركوا صافي عجب الله تيسير لا بغا يشارك بهم. وهذه هنا كن هذه من كتحول من طارديف كدوز هنايا هنا انا الخدمه ديال المولو راه كتبان الحمامه باركه من ارقانه تبارك الله من ارقانه وغتحولها وغتبريباري وتوجدها هنا تبارك الله. هنا كيبان لك هنا الصنعه والحرفه ديال المولو وتبارك الله عليه اخ مهدي راه ماشي هو الديبلوم عنده ديما كيبصم الفيدراليه ومنافس قوي هذا العام هذا خصوصا في مرحله السرعه وفي الديتاس ديما كيديكلاري عنده واحد برومي عنده عديد من الالقاب. والاخ باركي تبارك الله عليه من الاوفياء ديال الملتقى ومن الناس اللي تبارك الله رزين وعقلو وكيبغي الخير للدراري كاملين كيديكلاريو. وهذه هي المنافسه وتبارك الله العمل ديالو والمثابره ديالو خلاته انه تبارك الله عام ورا عام هذا العام هذا كبالي تبارك الله الطوب. تبارك الله الله يسخر ليه ويقول ليه مرحبا ما يني مسيره موفقه في باقي المسابقات. والحال احنا الحمد لله كنتواجدوا عنده لانه اخ عزيز وبطل وصديق والله يسخر ليه نتمنى له التوفيق مسيره موفقه. تبارك الله لتذكر الاخوان المسابقه ديال ولاد جرار كانت الاحوال ديالها كانت صعيبه شويه. صعيبه. وحتى الحميمه اخويا واحد الاضافه الحميمه تبارك الله راه ممتازه. ممتازه. السوله ديالها تبارك الله راه من سولة الاخ المهدي راه حميمه تبارك الله السوله ديالها يعني ديال هذه المسافه هذيك. تبارك الله مازال زيد قدامها. راه مازالت. فيها الفابري وفيها الفابري والراكب والكاب. فابري والكابي والراكات تبارك الله. تشوف واحد التسجيل ديال الكاميرا راه تبارك الله فاش نزلت الحمامه نزلات تبارك الله ما شاء الله واقفه ما كاينش يعني حمامه يعني من ارقانه لعبات طارديف دوزه لعبات ارقانه حدا ارقانه جوج اللي المطلق ديال بتي دومي فون ديال الفيدراليه من تما تحولت بدات كتلعب منطلق كامل ديال الطارديف واخر مطلق هو هذا اللي كان داز ديال ديال الشماعيه لعبناه الحد وتهزات الخميس ولا تجرى. وكيفاش درتي بريباراسيون ديال بالنسبه للمهادي وهادي؟ صراحه الحمام نقول لك صراحه بالنسبه لهاد المسابقه وهاد المسابقه كتكون صعيبه شويه. كتحبس هذوك اللي غتلعب بهم عزلت واحد الخمسه غنلعب بهم حبسهم واحد يومين ما طاروش. واش درتي لهم الجنه ديالهم بوحدهم ولا؟ لا 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 كطيرهم كياكلوا هذوك عاود هذوك اليومين الاخر ما طيرتهمش. يلا لعبوا الحد صافي خليتهم يرتاحوا شويه. صافي عزلتهم كنوكلهم الماكله ديالهم بوحده زايده شويه هادشي الله يوجدوا راه ولاد جرار هادي هي الخدمه بنات هادشي دابا هادشي اللي كاينه يعني راه ماشي الماكله تكون بحال وكتبغي حتى الوقت ما سيباري الحمام راه صعيب حتى الحمام ملي كيكون طالع صحيح ما كتوجيش ليه بزاف ديال الحوايج باش يعطيك خصو يكون صحيح لافوا ريسبيراسيون تكون مزيانه عنده وهادي اللعب معاك الحمامه هادي راه تقريبا دابا راه العام كامل مسكينه وهي تلعب
راه من البدايه ديال الموسم وهي لعبه ما زقلاتش حتى مطلق من لونطري ما سير اللعب سير دابا من لي زونطريمون اللي كنبداو في شهر 11 هو دابا غادي نحسبوا شحال من كيلومتر ضاربه مسكينه الله يسمح لنا تبارك الله راه من اللي بدا الشغل كلشي شال فيه يلا كطريح مسكينه يلا كطريح سيمانه باش تستريح وكنتي ثاني الصراحه انا ما كنتش صاحبي اخويا معليه غير المواصفات ديالها زوينه حيت مخفيفه يعني هو دابا راه حتى كتضرب عندنا تقلب حتى انا راه عندنا ما كنشدش الحمام بزاف صراحه ملي ضربات كنقلب تنشوف شنو هي المميزات اللي فيها اللي خلاوها دير هاد الديكلاراسيون تاع الشركه اخي وراه شي راه موافق راه خفيفه لا حتى حتى الحمام تبارك الله مريكي بريا مزيان يعني يلا جات راه طلقات لها مرفوض احنا مريكي بريا تبارك الله اخويا مهدي ما حشمتناش الحمد لله وغتكمل بها مازال ياك غتكمل بها والله ما عرفتش والله ما باقي دابا راه كيطنطن وراسو ملي دابا انا هذيك الحطه اللي صراحه انا ما كنتش منتظر غادي ندير شي ديكلاراسيون زوينه في ما كاينش شي بريباراسيون اللي مزيانه وتكونسونطري قلت لي اي واحد كيبغي يلعب خصو يتكونسونطرا على تخصص واحد يدير التخصص ديال الفيتاس يدير التخصص ديال الكون دومي فون فيتاس بتي دومي فون راه بحال بحال باش تلعب كلشي صعيب صعيب عندك غير شجنه صغيره وهذا ماشي نفس البروغرام ماشي نفس الخدمه هاد الخمسه قلنا راه نطونطيو بهم لا فورم طالعه الحمام باقي صحيح الزينه هو انا مولع انا كتبت البلاصه هادي درت الديكلاراسيون حتى كنسمع الحمامه تحطش صافي تفاجات كنقول واش هذا راه بان لي شي بلدي وشي حاجه ساعه تبقى ديال المسابقه كنسمع ديال بلدي انا في الاول كتب لي الحمامه ديال المسابقه صافي قلت راه هذا توقيت مزيان راه غادي تكون داخله تبارك الله والحمد لله الفرحه ديالها كانت سبيسيال الحمد لله تشطر بالصراحه هذيك المره انا مشت سيرتو فين ما كتكونش منتظر كتفاجئ الحمد لله كديك الساعة الحمد لله ربي ما خلاناش بلاش هاتف شي الاخوان وعرفتي بان راسك راه مديكلاري مزيان ياك واحد بيني وبينك راه ولاد جرار داز صعيبة شوية صعيبة قاس كانوا قلال ديك الساعة انا ملي ديكلاريت شكون اللي كان عندنا في الجمعية كان عندنا اسوال بونوارا الدرداري جي اش وفرح كنعان لوح اللي حفر فرح كنعان تيبق تبارك الله طبعا عرف راسو داخل لا هو باين داخل بعدا قموارا تتبان لك الجمعيه راك كاين هي قبل من الخمسه راك داخل قبل من الخمسه راك ملي كتفوت الخمسه كيبقى الشك على حساب العبار على حساب بزاف ديال الحوايج المرتبه 29 تبارك الله وسط عديد من الابطال اللي مختصين شوف خويا مباركي الحمد لله 4000 وشي حاجه قلتي حمامه هذاك 4000 راه مغربله مغربله ومترينيه مزيان وهزه في كتافه هذاك الحمام هو اللي عزلوا الناس باش يلعبوا اخر ما كاين بالحمام الحمد لله راه حمامه تبارك الله راه وصلت المسافه ديالها راه في كلاس والاخ ديالك كان حاضر معاك ولا لا كان غايب هذا جم مع شي كيحضر معاك مره مره وياك كنت ولع معايا في الطرديف مع دغيا دغيا هذاك الشيء كي الحمام دغيا كيتجمع بزاف اي الدومي فون كيبغي خصك النهار كامل وانت في السطح تبارك الله بالنسبه للسلاله ديالها قلتي فيها الفابري والكابي الراكات وفيها الكابي بالنسبه للام ولا بالنسبه للاب ولا بجوجهم من زيت الاب والام فيها الراكات والكابي والكابي تبارك الله الله يسخر هذه راه تتعود للاخ باسم الذكر اخ باسم ما حضرش معنا وقيلا كان غادي يجي شغل بشي حاجه تحيه لي من هذه المباراه هذه خدينا من عنده بيضات الحمامات تبارك الله اللهم يسر بيضات وتبارك الله راه سخر فيهم الله راه كنقولوا اللي كاين هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله معروف اخ باسم تحيه لي بعدا الصديق ديالنا مسير معنا سابقا وصديق ولك كنت كيخرج معايا في كونترول فهمتي ولك كيخرج معايا باسم في كونترول ما كاينش وقت الكونترول وقت الكونترول فينك هاني فو منافس قوي ومنافس قوي الملتقى اللي كيكونوا تبارك الله كيبسموا في الدومي فون يعني كانت عندهم بسمه وخير داني تبارك الله السوله ديالو راه كديكلاري واخ مباركي راه بعد ما تركي خلي كاع حمام وكنخرج انا وياه نمشيو نديرو كونترول ما شاف لا حمام لا والو بعد المرات تنشوف الشيء دابا حنا راه عندنا ايكيب بحال قلتي مدرب عنده اللعابه اما كيضرب والله الا انا كنت تولع في التليفون دري ما كيديك والو كتفرح شي ملي كيكون واحد ريزيل طمع طلق كتقلق كتقول ما والله الا ديك راه الدراري راه عرفت عرفها راه 12 بريك ملتقى تبارك الله 12 بريك لا هذا الاسبوع شوف هذه المسابقه بعدا تبارك الله الدراري استثنائيه هذا الاسبوع هذا الدراري على العموم ملتقى احتفلوا حتى لهم مباركي وقال عندك شي بريف طارديف وعندي انا هذا الاسبوع هذا عندي رتبه 30 في وسط 2100 حمامه وعندي ذكرى المطلق راه السادس اللي ديما الحمد لله
الرتبة السادسة راه تلقى السادسة على التوالي ديما داخل ديما داخل بريج بريات ثلاثة ثلاثة ديال المنطلق كلهم عندي كلهم عندي فيهم بريات تبارك الله. كاين شي حمامات مرشحة اللي دراسة خويا منين؟ كاينة عندي حمامة ولا جوج مرشحين ضمنات واقيلا من العشر الأوائل راه عندها تبارك الله عندها تبارك الله إنجاز كاين ضعف خزينة البريات من ستة تبارك الله تكون مرشحة من العشر الأوائل إن شاء الله تبارك الله. بالنسبة للمسابقات الأخرى اللي جايين غادي تلعب مازالية باقي نبقاو جوج منطلق وخا عييت صراحة باقي طنطان وراسهم ليل والعيون في الشك باقي لاقاش الأحوال طنطان نقدروا غادي نلعبوها طنطان لا هادشي شاوة ويمين تانوت راه ضروري دابا اللي ما تيكونش عندك اللي ما تيكونش عندك والديه ومبين لك في شي مطالق اللي كيكون فيهم الحمام فيلتري وكيضرب فيه الحمام غير اللي عنده واحد الميزه صعيب باش تغامر به بحال دابا هذه انا ما عنديش الوالدين ديالها ما عندك لا با لا ما قلت لي عطاهم كبيضه اختها اختها هي اللي جات وراها انا في هذاك النهار واخا جات معطله ولكن داك لاراج في النهار ديال داك لاراج تبارك الله ولكن هذه على حساب ديت هي اختها ديت هي اختها اختها جات هي جات في النهار ديال التوقيت جات ماشي 8 د الليل واقيلا المهم نشوفوا الا كانت مازال لافا الا كانت واجده خويا مهدي راه غادي نزيد القدام داكشي اللي كاين هذا ما كان الحمد لله العام راه استثنائي الحمد لله راه ملي بداو منطلق وحنا حنا ديما الحمد لله كنتصلوا على نتائج مزيانه و من بدايه الفيتاس الحمد لله والطارديف حتى هو الحمد لله راه غادي فيه مزيان نتمنوا نكملوا مزيان ونتمنوا هذوك جوج منطلق الاخرين اللي بقاو يدوزوا بخير راه حيت نشوف دابا غادي وكيا الاسبوع هذا غادي كاين الحراره شويه كاين الحراره الشمس كتخرج دابا حتى الفيدراليه باغي يلعبوا العيون وصعيبه قالك باش نهزوا الحمام العيون وكنشكروا الفيدراليه نجحت هذه الطلقه ديال الورا الجراره صعيب باش تاخذ لا ديسيزيون تلعب في الاجواء راه شحال من اتحاد لغات الطلقه في هذه السيمانه ياك حتى هذه السيمانه هذه سيمانه وخدات الانيسياتيف الفيدراليه وصراحه كتبان لي القناه شونجمون اللي كان من ميرلفت ولا الجرار يعني عطاوكم ديالو تبارك الله تلقى راه القناه لا فيتاس معقوله دري ديك لارا وما كانش واحد شي ضايع كان الحمام داخل تقريبا بالنسبه انا كنهضر على الملتقى الدراري كاين اللي كيقول لك راه ديك لارا داكشي علاش كيقول داز مزيان ولكن على كيبان لي على حساب الارتسامات ديال كنشوف الدراري كنشوف الريزلت ما كاينش حمام الدراري ديك لارين ديك لارين تبارك الله كتلقى جوج ثلاثه كاين داكشي اللي كيف هذا المسابقه واخا كيقولوا راه مسابقه صعيبه في الدخول ديال الحمام ولكن من بعد الحمام كيدخل الحمام تفلتر في هذيك الطلقه اللي فاتت ديال قلميم تما كنقول هذاك الشيء اللي قلت للاخ مبارك قلت لي راه الناس هاد 4000 وزياده انا غتلعب 4000 وغتلعب طنطان في واحد العدد اخر يعني تقول غادي يمشي غتاهل مأهل هذيك الطلقه دازت ياسر غتخرج منهم هذيك الطلقه دازت عليهم هذيك الطلقه ذاك راه ماشي غربه هذاك راه كرياج العموم هذا العام الجو الله يسمح لينا شو اخويا مبارك مبروك عليكم الله يبارك فيك الله يبارك فيك ومبروك لجمعية متقل الابطال بالابطال ديال اللي حققوا انجازات كبيره داخل فيدرالية الدار البيضاء كانوا متميزين الله راه 12 بري من وسط 30 راه ماشي سهل تبارك الله راه ملتقى راه الا كتلعب ملتقى راه كتواجد ما بين الابطال اللي متميزين الصعيد الدار البيضاء وراه النتائج اللي كتهضر عليهم نهضروا عليهم تبارك الله راه الدراري راه كاين اللي دار ثلاثة د البريات في هذا المطلق كاين دار خمسة الدراري أربعة د البريات خمسة خمسة تبارك الله البريات جي اش ثلاثة راه ماشي ساهل وسط الماليع ديال كازا وسط هذاك العدد راه تعرف راه بأن راه جمعية تبارك الله كيبان لينا كل أسبوع بالعيد واحد الملاحظة كل أسبوع كينشر ديما حاضرين تبارك الله كيكونوا مواليع أخرين جداد وكي لا دابا هنا على حساب الحمام اللي مسيليكسيوني كاين اللي كيلعب في 300 كاين اللي كيلعب في 400 كاين اللي كيلعب في 500 هو دابا ما كتلعب جمعيه فيها الدراري قاصحين مثلا العام الاول كتكون ضعيف هادشي اللي كاين كيكون كتجه يعني كتجتهد ماشي كتبقى لا هذاك الحمام راه ملي كاين شي كيدير شونجمون كيشهد كلشي شوف الفطره في الموالي حب الفوز يعني ما كتبغي تربح كتجتهد امر طبيعي الواحد يبغي يربح ويبغي تخون داكشي اللي كاين بطل اخر هادشي داخل في اللعبه تكون الروح الرياضيه ويكون القلب الروح الرياضيه واللي تبغي راسك تبغي لغيرك صافي باش يسر الله الحمام هذا راه كيبغي تكون النيه صافيه باش تلعب باش الله كيجازي جاب الله الطلقه ما جابش طلقه اخرى كلها جمعيه ومالي ديالها ولا بغيتي تكون بطل خصك تلعب في جمعيه اللي فيها الابطال فيها الابطال نهار العام ما درتي والو العام الجاي راه غادي تولي بطل علاش حيت كتنافس مع واحد كتكون منافسه و كتعرف راسك واش عندك الصح لاعب به ولا ما عندكش تقدر تمشي لجمعيه اخرى تكون كتلعب وهذا وصحابك راك راه عندك الحمام وهذا واللي ملي كتمشي لجمعيه اللي متميزين راه تقدر ما دير والو
وسطك كتدل مثلا بزاف الجمعيات وكديكلاري عارف راسك راك مزيان. وكنهنيو الناس كاملين اللي استمعوا ديكلاري وتبارك الله كامله بالخصوص الناس ديالنا ديال الجمعيه ومبروك عليهم. واللي ما واللي ما ديكلاراش ما تنطلق الجايين ان شاء الله يحالفوا الحظ وهذه الولاعه مره عندي مره عندك. ايوا ان شاء الله خويا مباركين مبروك عليكم. الاخ ديالك حتى هو تنظيم تنظيم العيد ما نصبرش عليه كيعاون مره مره الا غادي يطلق ولا غيوكل شي نهار ما والله ما سالش تاخذ الوقت الجاد العام داز عندي انا طويل دابا راه كنتسنى ابتسالي ولد جوج قريب قريب اخويا مبارك قريب عندي خدمه بعيده كنجري الله يحسن عندك دي بلاصمون بعيده شويه كل واحد تخصص ليه الوقت ديالو فهمتي ما تخصصش السقره ماشي كيكونوا النتائج كيزيدوا الصراحه حنا داكشي اللي كيزيد الممالي ديال الجمعيه ديالنا ما كنكرهش كلهم يضربوا علاش حيت ملي كيكونوا النتائج كتخليك مازال تخدم فهمتي هو ضروري هادشي حاجه والو تمام كتبغي كلشي الحمد لله كنبغي كلشي يكون ناشط كلشي يكون مولع باش يزيد يخدم مع الحميمات وهذه راه هوايه زوينه بغينا تبقى في هذاك الاطار الزوين ديالها هادشي اللي كاين ما بغينا حتى هو ما بغينا هادشي اللي كاين اللي ضرب قوليه واللي ما ضربش نتمنوا له حظ موفق وهادشي اللي كاين هذه راه فاجاتنا وهادشي اللي كاين اخويا مباركين مبروك عليكم مبروك لجميع الابطال منتقى الابطال وكنشكروا الاخ فلاح اول زياره لي فرحنا بهاد الزياره ديالو شرف اش ما عمرك ما جيتينا سي لا بروميير فوا هذا البطل لا كانت واحد جوج كونترول ما صراحه عمل كنشكروا على المجهودات هذيك النهار الجمعيه مسكين راه بقينا كيتجالى مسكين باش على خدام على احسن ما يرام ومسكين راه دابا سيرتو العمل الجمعوي ما تيكون فيه كيكونش فيه شي حاجه اللي غتخلصك ولا يعني كيدير شي في سبيل سبيل الولاعه وسبيل الدراري معاهم يمشي مرتاح البداية الفوز اخويا بهدي وبعيد راه كتكون من ديبار الا درتي لونجمون زوين وكلشي غادي زوين حنا كيمشيو ظروف مزيانه وتاخذوا لي حتى واحد التذكير كنشكروه واحكام الحميد والاخوان تحيا حسني صراحة تعاونوا معنا في هذه المسابقة اللجنة التقنية كاملة اللجنة اللي مشاو مع الحميمات راه كيضربوا مساك المسافة راه كيطلقوا الحميمات وكيتموا جايين ساكن راجعين والله رجعوا خطرة الله يرحم ليهم الوالدين على هذه المجهودات اللي كيديروا والخادم ديال مرافق الحمام ديال المنتقى الله يرحم ليه الوالدين وكامل كاع الناس اللي ساهموا باش انجاح هذه المسابقة هذه وهادشي اللي كاين وهادشي اللي كاين الخوت داكشي اللي كاين كما شاهدتوا معنا الاخوت وتحيه للاخ بالعيد الله يحفظك ابو الزين الله يحفظك رمز الرموز الهوايه في هذه البلاد الله يحفظك اخويا كامل المشاغل في الدار البيضاء شكرا اخ معروف كنشوفوا كنشوفوا الولاعه داكشي اللي كاين شكرا اخويا مبارك شكرا لكم انتم كنشكروك بارك الله فيك وكنشكروا جميع متتبعين قناه بالعيد المنتقي عبر اليوتيوب وهادشي اللي كاين الخوت هادي الحمام الفائزه عند الابطال ديالنا اخوان المباركي ضمن مسابقه ولا الجرار اللي دازت الاطوار ديالها جد صعبه وتمكنوا الابطال ديالنا باش يحرزوا على الرتبه 11 داخل الجمعيه والرتبه 29 داخل فيدراليه الدار البيضاء الخوت بلا ما نطول عليكم هادشي اللي كاين دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تبارك الله عليكم الخوت الله يعاونكم ويسهل